الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التفكير والتغيير، ومرحبا بضيف البرنامج، ضيف حلقاته جميعا، الدكتور محمد شحرور. أهلا وسهلا بك دكتور. توقفنا في الحلقة السابقة عند إشارتك إلى القرن الأول الهجري وما جرى خلاله من تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال وضع عدد هائل من الأحاديث الموضوعة. السؤال: ألم يجهد العلماء وإلى يومنا هذا في تمحيص وتدقيق هذه الأحاديث الموضوعة؟ هل بقيت مشتغلة أم أن العلماء شيئا فشيئا ينقونها ويشيرون إليها ويدققون بمنتهى الدقة في علوم الحديث؟ لا، هم يدققون، أنا لا أنكر ذلك، وهناك آلاف الناس من عمل في الحديث، وأصلا هناك علم قائم اسمه علم الجرح والتعديل، علم طبقات الرجال. ولكن السؤال لماذا أنتم تنقحون؟ ماذا؟ هل هناك ضرورة لهذا؟ أولا عندما تم اعتماد أن الرسول العظم صاحب الوحيين، حصل هذا التنقيح الكبير، وحصل هذا التنقيح لأنه اعتبروه مساوي للمصحف تماما. الرسول العظم صاحب الوحيين، الوحي الأول هو الكتاب ما بين دفتين المصحف، والوحي الثاني هو ما قال عنه السنة، فأصبح هناك في تكافؤ في المصدرين الكتاب والسنة، لا يوجد، حصل تكافؤ لأن الرسول صاحب الوحيين، حتى أن أصبحت السنة رديف للكتاب وليست بعده، ليست مساوية للمصحف. هم أو الكل يعلم أن مصادر تشريع القرآن الكريم ثم السنة النبوية، هي تأتي بعد. هذا في التلفزيون وفي الكتب، بالواقع لا، بالواقع متى ما هنا بيقول لك هذا صحيح، وأحيانا حسنه صحيح، وأحيانا كذا، لا يأخذ منها أحكام، لأنه هو بقوله صاحب الوحيين أن هذا وحي، الوحي القرآن وحي، أو الكتاب وحي والسنة وحي، فأصبح هناك تكافؤ. حتى هناك من يقول أن القرآن بحاجة إلى السنة، أحوج إلى السنة من أنه السنة تكون بحاجة إلى القرآن، هناك من يقول ذلك. هذا رأي، تجرأوا حتى هذا، هذا رأي، كتاب الله. يعني السؤال الثاني، هذه الأحاديث الذي ضمن المصادر التراثية، أحمد بن حنبل 1,000,000,000، الشافعي عفوا البخاري 600,000، طيب هذه الأحاديث وضعت وكان رئيس السلطة اسمه أمير المؤمنين، ولم ندري ولم نسمع أن أحدا عقب من أجل هذا. السلطة لها علاقة أم لها؟ أنا سؤال أسأل، تسميها سلطة، السلطة في ذاك الوقت كانت رئيس السلطة أمير المؤمنين، أمير ولم المؤمنين. تكن سلطة ملحدة، ولم تكن سلطة غير مسلمة، أنا أقول كانت السلطة أمير المؤمنين، وكانت هذه الأحاديث على قدم وساق، تتداول. لو كان يعلم بحديث مدسوس أو بتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسكت عنه؟ وصاروا مليون، وإذا كان لمصلحته، مصلحة أمير المؤمنين؟ نعم. في أي عصر تقول؟ ابتداء من العصر الأموي. هناك أحاديث، دعتيك نموذج من الأحاديث الشائع، العشر المبشرين بالجنة. أنا أتصور أن الرسول الأعظم بعد معركة حنين أعطى الغنائم لأهل مكة والداخلين في الإسلام، كلهم من أهل مكة والمهاجرين، ولم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار احتجت، قالت له كيف يعني إلنا ما بيطلع لنا شيء؟ أنا أتصور أن الرسول العظم ذكر أسماء العشرة المبشرين بالجنة وكلهم من قريش، ولا يوجد ولا أنصاري واحد. أنا أتصور الأنصار بيسكتوا كانوا. إلى أين توجه الشبهة؟ لأنه شبهة أنه للراوي طبعا، والشبهة الراوي كلهم قرشيين أبدا، العشر. طيب إذا كان هؤلاء العشرة رضي الله عنهم هم من وقفوا رضي الله في بداية، والأنصار ما طلع لهم ولا واحد، ولا أحد ينكر على أنا أتكلم عن العشرة المبشرين بالجنة، ما فيهم ولا واحد من الأنصار،
انا اقول انا هذا. طيب الانصار عندما سمعوا هذا سكتوا، معلش، اذا عند توزيع الغنائم احتجوا، هي اهم. انت تشكك بالراوي او انا اشكك بالروايه؟ انا هل تظن انا اشكك برسول الله؟ انا اشكك في الروايه، ان هناك من الناس لا فرق عندهم، هناك مصلحه ما تريد، يعني وصل روايه الحديث لحد الى ما يعني حتى واحد يعني مثل الان الببليك ريليشن، مثل الان الاعلان انه بده يساوي اعلان عن طاعه واعلان عن فكره، سمعت رسول الله يقول كذا انه هي الاكله منيحه معناتها تاكلوا او تعوذوا وسط الحديث ولا شيء، ولا كيف يكون يصيروا مليون؟ يعني كيف بده يكونوا مليون؟ تقصد وضعت الاحاديث لاغراض سياسيه، لاغراض سياسيه واقتصاديه ونفعيه ولكن ومع ذلك في كل كتب الحديث لا يوجد ولا حديث يمجد الحرية. يمجد الحرية؟ الحرية لا يوجد. الحرية مفهوم معاصر. سؤال لا معليش، يعني أي نسأل ليش؟ ولكن في اسمع وأطع للأمير ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذا كان واحد شاف من أميره ما يكره يسكت ويصبر، يعني في لا العكس موجود. بس وإذا بك هذا مطالعون هناك تكريس لطاعة السلطة، تكريس كبير جدا جدا جدا. ما علاقة ذلك يعني بالعقل العربي الآن؟ العقل العربي يعيش مرحلة وعي صحوة، سميها ما شئت. لا صحوة، انتبه، لا بنقول حرب 67. حرب 67 أظهرت شيء، أن مشاريع الحداثة في البلاد العربية خانت وعودها. خانت وعودها؟ نعم، يعني ما أدري. أم كانت قاصرة؟ لا كانت قاصرة وخانت وعودها. لنعود إلى ما ذكرته في قراءتك المعاصرة، أن هناك حركات إصلاحية وتجديدية في القرن التاسع عشر. نعم. أنت ذكرت ذلك. نعم. كان هناك رشيد رضا ومحمد عبده وجمال الدين والأفغاني. هل تعتبرها حركات أثمرت عن شيء ما تجديدي؟ أثمرت عن شيء جدا بسيط، اللي حط ايده على الجرح الصحيح عبد الرحمن القواطي. وعبد الرحمن القواطي تقرا كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن القواطي، عبد الرحمن القواطي توفى سنه 1902 كما لو انه كتب البارحه. نحن الان ب 2010. حول اهتمامه بالاستبداد وقال الاستبداد الاجتماعي والاستبداد السياسي والاستبداد الديني، حط كل انواعه، وصفه وصف رائع. هذا الوصف الى الان موجود، لم يتغير شيء. الثورات السياسيه، حصل ثورات سياسيه في البلاد العربيه بدون شك، ولكن هذه الثورات السياسيه لم يسبقها اي حراك ثقافي، تغيير ثقافي. جميل، هذا معنى جميل. انه اي حراك سياسي حتى ياتي اكله لازم يكون سابقه ما ولو بخطوه واحده حراك ثقافي. مثال الرسول الأعظم بمكة المكرمة 13 سنة ما سوى أي حراك سياسي، بس هيئ ثقافيا، يعني هيئ أفكار جديدة. تمام، اسمح لي أذكر بالآية الكريمة في القرآن الكريم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم من مفاهيم وأفكار. نعم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى بيغيروا ما إن الله لا يغير ما بقوم من واقع اجتماعي، حتى هم يغيروا، حتى يغيروا ما بأنفسهم من أفكار ومفاهيم. الثورة الأوروبية سنة إلهية، الثورة الأوروبية سبقها، الثورة الأوروبية النهضة الأوروبية سبقها حراك ثقافي وسبقها فلاسفة هي أولى، بحيث إنه إجت نتاج، إجت بأفكار جديدة. لذلك الحركات التجديدية كانت لا انتبه، الأفغاني ومحمد عبده كتير مهمة لازم نعرف، نشأوا في ظل السلطة العثمانية، والسلطة العثمانية مفهوم الحرية ما طلع من عند محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، بس هن تكلموا عن المستبد العادل. يعني إلى الآن في الذهن العربي العدالة مو الحرية، في الذهن العربي العدالة. ولا تعرف كل العدالة هي شعار يختبئ وراه كل المستبدين. خذ الثورة الشيوعية، على إيش قامت؟ على إيش قامت؟ اشرح لنا الفكرة. الثورة الشيوعية على إيش قامت؟
قامت على ان هناك ديكتاتوريه البروليتاريا. نعم. إيه مشان تساوي بين لكنها الناس. طبقه لا مشان طبقه انه هذول متساويين بدنا نساوي بيناتهم كلهم يعني قامت على مفهوم العداله ما قامت على مفهوم الحريه. الشعار المطروح هو العداله. العداله اصلا ما في واحد ما بيطرحوا هذا الشعار انه نحن بدنا نحقق العداله بس 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 ما حدا بيطرح مفهوم الحريه اللي طرحه بدك انت تغير المفاهيم كلها وتغير فكر الناس حتى خلي الانسان لانه انت وقت تطرح مفهوم العداله شو معناتها كثير شغله مهمه معناتها انت اعطيت للمستبد انه انا مستبد معليش بس خليك عادل انتبه انت عم تعطي شرعيه فيها. هل هذا يقع مقابل المؤسسات العادله؟ لا تابع للمؤسسة تابع اولا بده يكون ضمن ثقافه الفرد نفسه يشعر بحرية الإرادة أنه أنا إنسان كفرد أنا حر الإرادة هذا الوعي الذاتي وعي الذاتي أنه أنا حر الإرادة وأنا عندي ضمير حر يشعر أنه يقول يقول ما يريد دون أن يخاف. طيب لو قال لك قائل دكتور أن هذه الهواجس لسأل حكى الأفغاني هذا السبب العادل هذه هواجس سياسية أنت تطالب القرون الأولى بإنتاج مفهوم الحرية وهو مفهوم معاصر حسن. كما قلت وأنت تطالب في مكان آخر في كتبك بأنها لم تكن دول مؤسسات أو دولة الخلافة كيف تطالب يعني دولة في القرن الرابع قبل 14 قرنا هجريا بمؤسسات والمؤسسات وليدة ماشي. العصر الحاضر ووليدة صح. المعرفة الإنسانية المعاصرة أنا ما طالبت رضي الله عن عمر بن الخطاب بمؤسسة أنا قلت أن عمر بن الخطاب لم يتحول إلى مؤسسة الآن نعم واضح عمر بن الخطاب شخص والآن ما زلنا نبحث عن شخص ما زلنا نبحث عن البطل ونحن نعطي البطل حرية الإرادة وحرية القرار كاملة ونتنازل عن أنفسنا عن حرية القرار هي العقلية الموجودة إلى الآن وهذه العقلية أحد سواء ما تنتج معرفة الآن الأصارة هي أنه دائما أنت تقوم في منذ القدم عندك مفاهيم وعندك أشياء ولكن المعاصرة أن تضيف لهذه المفاهيم وتطورها يعني لا تنكر الأصالة لا المعاصرة أنك تبني عليها تضيف لها تبني عليها نعم لكن ولازم نعرف أن المعرفة أسيرة أدواتها وأسيرة نظمها لحتى فرق لك بين النظام المعرفي وأداة المعرفة يكون واضح في نظام معرفي وفي أداة معرفي حبذا لو نؤجل الفكرة قليلا فقط ونبقى عند الأصالة والإبداع الآن توضحت فكرتك دكتور أن الأصالة يجب أن تكون منتجة مثمرة حية واسمح لي أن أذكر بقول جميل جدا يقول أن التمسك بالتراث والأصالة يعني أحد أمرين إما أن الأموات أحياء وإما أن الأحياء أموات وكأنك تقول أننا اخترنا الخيار الأضعف أننا نعيش في الماضي يعني أننا نريد لا نريد إنتاج المعرفة ولا نريد أن يعني أنا الأصالة طابقا آخر أنا أريد أن أقرأ المصحف أريد أن أقرأ المصحف بعيوني أنا لا بعيون الشافعي ولا بعيون ابن كثير أنا بدي أستعمل عيوني أنا ولا أحد ينكر عليك ذلك هل يحق لي ذلك؟ لا هو كثير من ينكر ذلك كثير من ينكر يقولون أنت مهندس ما كنت سأسألك ما أنت مهندس كيف تتدخل بأمور الدين وكيف تكتب ستة كتب وتخالف بها ما ورثناه من مفاهيم وراسخة في الأذهان ما ردك على من قال لك في موقعك الإلكتروني أنك مهندس لا علاقة لك بالدين وهل إرسال الجنة الناس إلى الجنة أو النار من اختصاصكم أو من اختصاص أحد يعني انت بدك تبعتني على الجنة يعني ليس بهذا بنهاية الأمر ليس أنا بهذا الاستفزاز لكن هناك أرضية للعلوم الشرعية ماشي قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنا من الناس ولا لا طبعا من الناس بالتأكيد طيب معناتها هدى لي ما قال هدى لواحد وإنه هو بيقول للباقي الرسول العظم بلغه وقال ربا سامع أو عام مبلغ
بلغوا عني ولو آية، ولو آية مو ولو حديث، ولو آية. فرب سامع أو عم بلغ. مزبوط، من بلغ المصحف بالقرن السابع نحن السامع الآن أو عم منه، لازم نكون أو عم منه. يعني بالتعبير الشرعي أنت تبيح لكل إنسان أن يجتهد ضروري، لأنه الآن نحن عندنا السقف معرفي مختلف تماما، والشروط السقف الاجتماعي وسقف المعرفي، كل عندنا شروط مختلفة تماما. والشروط التي وضعت كشرط للاجتهاد أن تلم بعلوم العربية وبالناسخ والمنسوخ وبأسباب النزول و أنا إلي الآن ممكن بالحلقات القادمة تسألني شو رأيي بالناسخ والمنسوخ، شو رأيي بعلوم العربية، سنمر عليه كله، أنا راح أعطيك موقفي تمام، شو رأيي بالكتاب والسنة والإجتماع والاجتهاد والإجماع والقياس، راح كمان كله أعطيك رأيي، وراح وصل إنه شو لازم نخترق وشو لازم ما نخترق. كمان بدون اختراق الثوابت لا تتأمل، ما في تجديد. كلمة الثوابت نضعها الذي الثوابت الذي قالوا عنها العلماء أنها التي ما قيل عنها ثوابت، ما قيل عنها ثوابت. أما التنزيل الحكيم يجب أن يقرأ بعناية كاملة تماما، وضعت منهج لقراءة التنزيل الحكيم، منهج معتمد على السقف المعرفي للقرن. سنتعرف على جوانب هذا المنهج وعلى أسسه وأدواته ربما في حلقة مستقلة. وعند الثوابت نثبت قليلا عند فاصل، ثم نعود إلى حوارنا مع الدكتور محمد شهرور. أهلا بكم ثانية أعزائي المشاهدين، حلقتنا تدور حول القراءة المعاصرة للدكتور محمد شهرور. ونتابع مباشرة دكتور، الكثير من أصحاب المشاريع التجديدية والأطروحات الإصلاحية والنهضوية وسمها كما شئت، شخصوا مشكلات العقل العربي. كان منهم الكاتب والمفكر الإسلامي المرحوم مالك بالنبي، وكان منهم أيضا الجابري رحمه الله، وكان منهم محمد أركون، وكل واحد من هؤلاء المفكرين الذين طرحوا مشاريع معالجة إن صح التعبير العقل العربي أو أزمة العقل العربي الإسلامي. بعضهم رآها أزمة في المفاهيم، مالك بالنبي رآها أزمة في الحضارة، الجابري رآها أزمة في العقل السياسي العربي في البنية والتكوين. أنت دكتور برأيك ما أهم المشكلات التي يعاني منها العقل العربي الإسلامي الآن ولو بفقرات مختصرة واضحة؟ المشكلة الأساسية قلت لك أنها مشكلة ثقافية في بنية العقل نفسه، العقل المكون تاريخيا. هذا العقل المكون تاريخيا عاجز عن إنتاج المعرفة بعد هذا التكوين. قد تقول لي أنه في الحضارة هناك علماء كثيرين، سأقول لك من هم. أولا هذا العقل عقل ترادفي، هي أول صفة من صفات أسباب العجز عن إنتاج المعرفة. نعم. عقل ترادفي، والعقل الترادفي غير دقيق، لأن الوجود دقيق جدا، يحتاج الى دقة في غاية الدقة. يعني البوزيترون والنيوترون وكذا عبارة عن لا متناهي في الصغر، بس هذا غير هذا. هذه الدقة موجودة موجودة حتى لازم نقول في كتاب الله موجودة. يعني العقل الترادفي غير دقيق، لماذا؟ لانه العقل البياني البديع اللي بيقول عنه لا يعيبه الترادف. الشعر لا يعيبه الترادف، ويقولون الشعر ديوان العرب. يعني بالنسبة للشاعر إذا حط قصيدة بائية وقال أب، وحط قصيدة دالية وقال والد، لا تعني شيء بالنسبة له. ولهذا السبب عندما نقرأ المصحف حرمت عليكم أمهاتكم، أي والداتكم، والداتكم أي أمهاتكم. ومن هنا استنتجنا أن التبني حرام، من هنا استنتجنا ذلك، والتبني غير حرام. سنبحث في حلقة خاصة في هذه الحلقة لا نريد أن نستغرق. عقل ترادفي المشكلة الأولى، والعقل الترادفي غير دقيق أيضا. وبالتالي عقل شعري، وبالتالي هو عقل شعري، وبالتالي أهم شيء أنه نظر إلى القرآن نظرة شاعر.
وهذا صحيح صحيح. نظر إلى القرآن لا ينظر إلى نظرة شاعر إطلاقا، تنظر إلى نظرة عالم مشاعر. يعني أنت بالقرآن لازم تشوف دقته مو جماله، جماله شفته بس ما بيكفي. وبالتالي أقول أنا وأنا مطمئن إذا كان واحد شاعر وعطل لا يحاول يفسر المصحف، لأنه رح يتعذب ويعذب، يتناوله من الناحية البيانية، رح يتعذب ويعذبنا من الناحية البيانية. هي الناحية الثانية وهي الناحية المهمة، العقل العربي عقل قياسي تحتاج إلى شرح، ولا يمكن القياس لا يبدع. كيف عقل القياس؟ يعني بده نموذج أصل يقيس عليه. يعني الشيوعي العربي الأصل تبعه هل بيقيس عليه الاتحاد السوفيتي؟ هذا الأصل بيقول لك بالاتحاد السوفيتي هيك، بالاتحاد السوفيتي سوي هيك، بالاتحاد السوفيتي يعمل هيك. هو عنده أصل عم يقيس عليه، يريد أن يتكئ دائما على على أصل. على أصل هل هو بده بروتوتايب؟ هل بروتو هو السيريو عم بيعيد؟ هلا من أصول الفقه وضعوا الأصل العصر الصحابي كله وضع الأصل ويقاس عليه. وهل هناك نموذج آخر؟ مين النموذج؟ هو أنت. يعني ليش أنت بدك تقيس أصلا؟ يعني لماذا تنكر القياس على عصر الصحابة وقد أنتج ما أنتج من حضارة إسلامية؟ انتبه القياس، وقد أنا عم قياس بالتشريع ما بسيء على عصر الصحابة. يعني مثلا الرسول الأعظم إجا على المدينة المنورة دقوا له بالدف، طلع البدر عليهم، إذا الدف حلال. ليه عم تقيس؟ أنت ليش عم تقيس؟ لأن الحادثة هو ليش مو مو الأصل هو الحلال؟ ليش أنت عم تقيس؟ وضحيت؟ يعني أنت كل أحداث هذا العصر كلها صارت هي قياس للتشريع؟ طيب كيف أنت عم تقيس عليها؟ أنت ليش عم تقيس عليها؟ كيف نعالج يعني مستجدات العصر؟ ألا يعالجها علماء الدين؟ بدك مقاربة، بدك نظام يستطيع أن يعالج هذا العصر، لأنه هذا المبدأ اللي حطيته مبدأ القياس أنتج بس إشكاليات العصر ما عاد يقدر هو يحلها. المشكلة في القطيعة، المشكلة هي قطيعة معرفية، قطيعة معرفية معرفية، أنه أنا بنظم المعرفة المبدأ المعرفي اللي حطوه القياس مو هاد. القياس تقيس واقع على واقع آخر معاصر. طيب خلينا مشكلات العقل العربي لعلنا نصل إلى نتيجة. دائما العقل العربي بده نسخة أصلية. مثلا بتعطي العقل العربي نسخة بتقول له لاتور نجي بيساوي مثلها، بتلاقي بيساوي لك مثلها تماما لأنه عنده أصل. يعني حتى بعقله أنه هو عنده الأصل تمام، هو تسريه عليه ويضيف تمام. عليها أيضا لا يضيف عليها، ولا يعني يضيف. كل إبداعات العالم مكونة يعني بفكرة الإضافة. لا يضيف. هاي القرن العشرين عندك رأيك ينتج نفسه ويكرر نفسه؟ القرن العشرين كم عالم أنتج؟ أخير ما القرن العشرين من 1900 إلى 2000 خدي جوائز نوبل. يا سيدي هناك جهات مهيمنة على هذا الأمر، يعني حتى لو 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 وجد لو نبغ عالم عربي سيعمل ضمن مؤسسة غير عربية، لأننا لا نملك مقومات العمل المؤسساتي الإبداعي العلمي. ليش؟ طيب هي جامعاتنا أول 500 جامعة ما تخلف ضرورنا. حضاري وليس السبب الدين. تخلف حضاري، تخلف حضاري، هذا التخلف سببه آلية التفكير، هي تخلف حضاري مضبوط. تخلف حضاري انه ترادف قياس، انه في عندي دائما عقل قياسي بدي اقيس انه بهون ساوي هيك بدي ساوي. في شيء اخر طبعا بامراض العقل العربي طبعا مثلاً. هو عقل 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 اتصالي، يسأل عن المسموح والممنوع لا يسأل عن الحق والباطل. يعني وهذا عقل متناسب مع المستبد 100%. يعني أنا بوقف أمام رصيف ما في أي إشارة، لا مسموح ولا ممنوع، لازم أسأل إنه مسموح الوقوف ولا ممنوع. تتكلم عربيا أم إسلاميا؟ لا عم بقلم بالعقل العربي المكون العقل العربي العقل العربي نعم. لأنه ماليزيا لا في ناس تخلصوا ممكن منها. الظاهرة ما تكون بماليزيا لكن ممكن تكون بالوطن العربي تخلصوا منها بس بالضبط.
السؤال وقت بيطلع انت بكم سؤال سمعته بطلع الموبايل، الموبايل سأله سؤال حلال ام حرام ام كيف يصنع الموبايل، وين انه سؤال بدي نحكم بقيمية على 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 صح. التقنية الجديدة يعني استعمله ولا ما استعمله بالضبط. طيب وقت محمد عبده سأله على البرنيطة، البرنيطة حلال ولا حرام؟ وقت كان الأتراك كان في السروال سألوا البنطرون حلال ولا حرام؟ كل شيء جديد، كل شيء جديد نسأل، إنه قبل ما نسأل طب شو هذا شو فوائده شو هو، نسأل مسموح ولا ممنوع، مسموح حلال ولا حرام، مسموح. هل 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 التحفز هذا، هذا التحفز اللي هو عيشونا يا اللي هو اللي هو هاجس الطوارئ، هاجس المخالفة للشرع، حالة الطوارئ، حالة الطوارئ الشرعية. ولهالسبب انت بتظن انت انه انه العرب حاسين انه عايشين احياء حالات طوارئ واحكام عرفيه بتكون غلطان، اصلا صاروا عايشين بألف سنة. يعني تعتقد ان الاحساس بها مات يعني او تبلد او نعم نعم. طيب اذا سمحت اود ان اسالك سؤال يعني في منتهى الدقة، هذه المشكلات والامراض التي يعاني منها العقل العربي بحسب توصيفك هل هي متأصلة أم طارئة يمكن علاجها؟ لا هي بس قديمة، يعني بديت من بذات الانحطاط في العصر الروي. أصلا الفقه الإسلامي كله نشأ بظل سلطة مستبدة بالأصل. أنا أقول عن العقل العربي يعني إيه يعني ميؤوس من هذا العقل العربي. لا 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 لا، العقل العربي إذا كان العقل العربي قبل يساوي مقاربة جديدة، قبل يقرأ من جديد، قبل وبحاجة إلى هزة شديدة جدا في ثوابته، هذه الهزة لابد منها. نعم هذه الهزة طبعا أنا أقول العقل المكون، ما أقول العقل الفطري. العقل الفطري عن كل طبعا المتراكم طبقات في أيوة نعم. أنا أقول العقل المكون اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، هذا العقل من ميزاته أنه ترادفي، أنه قياسي، أنه يخاف من أن مسموح أو ممنوع، مسموح أو ممنوع، يعني هذا يتكئ على مرجعيات باستمرار. وبالتالي 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 أعطيك مثال تماما واضح، نحن إذا كان الناس قاعدين عم يضحكوا هيك مبسوطين وعم شو بيقول واحد للثاني الله يعطينا خير الضحك، بيبقى يعني هذا مثل عام نعم شائع مستغرب، يعني هي عقليه انه احنا يعني انه احنا مبسوطين غريب، يعني الله يعطينا خير الضحك. بالضروره لازم نكون في الغم ولا لا تماما. السؤال الثاني، عقده الذنب، في شعب عايشه اكثر منا؟ على بكره صار معك رشح انت بحق الله مذنب، صار مرضت يعني الله عم مزاوي لك شيء، يعني عقدة الذنب صباح مساء عم يذكروا نفسهم. هذه فئة من الأمة، فريق من الناس والأكثرية يعني لا 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 الأكثرية يعني الأكثرية صباح مساء بنسمع. ارجاع اسمح لي ارجاع الظواهر والأمور والأمراض إلى أسباب ومسببات، يعني أصغر مسلم يعلمها أن هناك، ويذهب إلى الطبيب ويعالج نفسه مع إيمانه بالقضاء والقدر وسنبحث مع ذلك، مع إيمانه أن الأعمار ثابتة. نعم والجميع يعني هذه الظاهرة محدودة. لا طول بالك ليش، لا لا، أحسن أطباء من يمارس مهنة الطب في العالم في بلاد العربية، لأن الطبيب ما عنده أي مسؤولية، ما في طبيب بلاد تانية إلا عنده تأمين، بيخاف أنه يرفع عليه دعاوي أنه أنت غلطت أو هذا وسببت كذا. عدنا إلى دولة مؤسسات، عدنا إلى لا نحن نقول له مات خلص عمره انتهت، يعني هي لما بدنا نتخلص من المشكلة ولليوم وبحادث السيارة قضاء وقدر، وبحادث الخطأ لا قضاء وقدر، قضاء والقدر بينما هي مو قضاء وقدر. دكتور خلال دقيقتين إذا سمحت، تحدثت أيضا في قراءتك المعاصرة عن مشكلة اسمها حصر الدين بالمكارم، قلت أن هذا تضييق وظلم للدين، ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تقصد؟ هل حصرنا الدين بالمكارم مع أن الشعائر والعبادات قائمة والمساجد في ازدياد والأمة بخير؟ حصرنا الدين بالشعائر، بالشعائر وليس بالمكارم. بالشعائر نعطيك مثال، الصحوة الإسلامية حصلت مع 69 ما يقال عنها، في أول السبعينات بديت،
زاد عدد المصلين، زاد عدد المساجد، زاد عدد الحجاج، زاد الصائمين برمضان عددهم زاد، ما عاد حتى اذا واحد مفطر ما عاد يسترجي يقول انه مفطر. اثنين المتحجبات تقريبا زاد عدد ظواهر ايجابيه ولكن هذه لا تقدم ولا تؤخر. زاد عدد النصب وزاد عدد الاحتيال. الكوربشن الفساد زاد ولا نقص؟ زاد بازدياد التفجر السكاني. زاد ولا نقص؟ زاد. طيب عن اي صحوة عم تحكي؟ انا بفهم، ما يلي: زاد عدد المصلين الايمان بخير، زادت الاجور الاسلام بخير. وضحيت؟ نعم. زاد عدد الصائمين الاسلام بخير، زاد عدد الاطباء وزادت التامينات الاجتماعيه وقلت البطاله الاسلام بخير، زاد عدد الجمعيات الترفيق بالحيوان والترفيق بالانسان والتافع عن المستهلك، هيد الاسلام بخير. اما زاد المتحجبين الايمان بخير. فانتم عم تقولوا صحوه اسلاميه ولا ايمانيه؟ ساعة الاسلام تقول مره الايمان مره الاسلام، وكانك تفرق بينهما، وسناتي على ذلك بحلقه مستقله. نعم الاسلام والايمان وهي احد اشكاليتنا، انه المسلمين اتباع الرساله المحمديه حصروا الاسلام ب 20% من سكان الارض، طلعنا 80% مره برات الارض، بعدناهم عم نار. إذا كان لك رؤية أخرى سنستوضحها بعد قليل. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع فاصل قصير ونتابع مع الدكتور محمد شحرور. أعزائي المشاهدين، عودة إلى حوارنا مع الدكتور محمد شحرور حول إشكاليات العقل العربي أو أزمة العقل العربي. دكتور، إذا كانت هذه هي أمراض العقل العربي بحسب قراءتك المعاصرة، كيف يمكن أن نتصدى لعلاجها؟ كيف يمكن أن نضع نظاما معرفيا يستطيع أن يواكب العصر ويواكب ما تريده، ونبقى بشخصيتنا وتراثنا وديننا على ما نحن عليه؟ نحن أولا في النسبة للمقاربة المعرفية، هذه المقاربة تتألف من قسمين: القسم الأول ثورة في المفاهيم، والقسم الثاني ثورة في الأدوات. المفهوم شيء والأداة شيء آخر تماما. لأعطيك مثال تماما، كان مفهوم عند الناس أن الأرض مركز الكون والكون يدور حولها. هذا الكونسيبت. إذا كوبرنيك قال لهم لا، الكونسيبت كله غلط. العكس، إنه الأرض هي بتدور، هي مو مركز الكون. أنا بالمفاهيم كلها. هذا كونسيبت. ونال جزاءه. نعم. الأداة قليلي عوام ما يستعمل عيونه بالنظر الى القمر والشمس، استعمل تلسكوب. هذا ادوات الكونسيبت والادات. هلا الكونسيبت، اعطيك مثال، نحن بدنا ندرس القران التنزيل الحكيم ضمن كونسيبت مفاهيم وضمن ادوات غير المفاهيم اللي حطوها، وغير يعني انا مفهوم التشريع في التنزيل الحكيم، يعني الكونسيبت مثلا مفهوم الخاتمية، شو يعني خاتمية؟ مفهوم انه رسالة رحمة للعالمين وانتهت. عالمية الرسالة. عالمية الرسالة وارسلناك الى رحمة للعالمين. وكافة للناس. وناسي كافة، رحمة للعالمين، يعني الرحمة بدي اشوفها في طوكيو، وبدي اشوفها في سيدني، وبدي اشوفها في لندن، وبدي اشوفها في دمشق، وين؟ فرجوني اياها. طيب انه عالمية الرسالة وينها؟ اذا بتاخذ كتب الفقه ما بتحمل اي عالمية. السبب القياس اللي حول الرسالة من عالمية الى محلية، يعني العالم كله المحلية، المحلية الزمانية المكانية شبه جزيرة العرب، فقيس عليها واعتبرت انه هي النموذج انتهت. هي احد الامور، من غير مفهوم القياس، مفهوم القياس لازم يتغير.
يعني بعبارة أخرى، هل نحن هل نتبع ده غير المفاهيم، مفهوم سكوني للجغرافيا والتاريخ؟ تماما. يعني نحن دائما الزمن عندنا محصور، يعني القرن السابع وقرن العشرين وقرن الأربعين الزمن ما له قيمة. شو السبب؟ السبب انه المنطق السوري الزمن غير موجود. شو علاقة المنطق السوري المنطق بما السوري نقول؟ يعني استعمل بالفقه، المنطق السوري دائما بده مقدمة ونتيجة، المقدمة حطوها سلوك القرن السابع. يعني أعطيك مثال، القرن السابع المكان شبه جزيرة العرب، امرأة تريد أن تسافر من مكة إلى اليمن، معناتها يجب أن تسافر مع محرم بسبب الظروف والمناخ والعصر. نعم. الزمن القرن الواحد والعشرين المكان السويد، امرأة بالسويد بدها تسافر لازم يكون لها محرم بدها تسافر معه. بالسويد مسلمة ولا غير مسلمة بقى؟ لا عم نقول هو للناس كافة. للناس كافة، ايه للناس كافة، معناتها هيك لازم ما ينطبق على هذا، معناتها هذا القياس. اذا امرأة في السويد هي امرأة تريد ان تسافر، المقدمين العملية، اذا النتيجة لازم تحتاج الى محرم. طبعا المنطق نفسه ان مقدمة عملية نتيجة. يعني وهل هذه السويدية يعني ليست امرأة؟ معليش هي امرأة يعني معليش، بس نحن هذه العملية انه هو قتلنا الزمن، قتلنا نهائيا، نهينا الزمن لسبب في انا اسف لك، بعقل الفقهاء الزمن مو موجود اصلا، ما له موجود بالعقل السلفي، الزمن غير موجود. يعني بيجي واحد مثلا وكاتبه بكتابي، اذا سألني انسان الا يسعك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقرآن، أقول كلا لا يسعوني، بس ويكون بسبب التغير لا يسعوني. نعم. كلا نعم نعم هو أقول هو لا يسعوني، لأنهم عاشوا في زمن ضمن ظروف اقتصادية واجتماعية ومعرفية، سقف معرفي معين، أنا عايش في زمن آخر، يعني كيف يسعوني ما وسعهم؟ أنا عايش في زمن في فلسفات جدا قوية، يعني عمره ما سموا بالفلسفة أصلا، في فلسفات قوية جدا ومحتروحة في هذا بعصر المأمون، يعني كانت الصحابي عصر الصحابة. نعم. النبي لا يسعك ما هن خير القرون، خير القرن، ما يسعك ما وسع في التعامل مع الكتاب والقرآن، يعني انت نفس المصحف معون وانا ومعي نحدد الساحه. ايوه انا في فهم الكتاب الا يسعكم ما وسع، كلا لا يسعني ما وسعهم، بس الامر بغايه البساطه، لانه عايش مشكلات جديده، واقع جديد، زمن جديد، تحديات جديده، وتحديات جديده، كله عايش جديد. الاثنين هي مفهوم القياس، انه عله المنطق، انه تستعمل المنطق السوري، بينما المنطق السوري يستعمل عندما تثبت الزمن في حاله معينه، يعني في لقطه معينه، هو منطق. أيوة. لانه انت تاخذ مثلا القرن الخامس وهون بتساوي بقى، يعني كأن الفكرة منقولة من المنطق العملي، يعني الفكرة كانت أوروبية بالأصل ونقلت أوروبا من حال إلى حال، يعني تماما. هلا بدنا نحكي بقى شو الأصول الجديدة، ما بدنا نحكي بالأصول الجديدة المقترحة. سؤالي أنه تقول أنت لابد من تشكيل نظام معرفي إسلامي جديد يقوم على فهم بعض الإشكاليات، وطرحت ثلاث إشكاليات: الإشكالية اللغوية، والإشكالية الدينية، والإشكالية التشريعية أو السياسية، يعني علاقة الناس بالناس أيضا. شو الإشكالية اللغوية؟ الإشكالية اللغوية أنه رب العالمين خالق هذا الكون في كل هذه الدقة، وهو صاحب هذا الكتاب، فيجب أن أرى الدقة الموجودة في الكتاب نفس الدقة الموجودة في الكون، يجب أن أراها، يعني جو على أساس وحدة الناموس، أنه هذا من رب العالمين والكون صنع رب العالمين، بدي اشوف بيناتهم وحدة الناموس، وبالتالي بدي انظر اللغة على الاساس، لغة المصحف لازم انظر على، يعني حرف زيادة ما في، حرف زيادة ما في، يعني اذا اجت من المصحف ما بعد ما مو زايدة، يعني هي سنناقشها في الحلقة القادمة، يعني مثلا، لكن من خلال انت ثبتت الكون ام المصحف؟ يعني هما لا انا تنتين حطيتهم، انه تجليان لخلق الله كتاب الله، التنتين خلينا بالله، المسألة المصحف تأليف الله والكون صنع الله، ماشي خلينا من صنع الله. طيب ما بدي اشوف وحدة الناموس انه اثنين من عند الكون والرب المصحف نفس المصدر له، انت بدي يكون دقيق كثير. هناك دعوة، يجب ان نطبق هذه الدعوة. اسمح لي، الآيتان واضحتان تماما،
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه دعوة للمصحف. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ماشي. هذه دعوة للكون. ماشي. فالمصحف يعني موجود في هذا الشيء. ماشي. هل المشكلة بالسلوك العملي؟ لا 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 لا، أنت عم تحكي بالسلوك العملي، عم تحكي على الأحكام. هل أنا عم بحكي على 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 مفهوم القرآن وعلى مفهوم الآيات المتشابهات، إنه بالأحكام وبالقرآن عبارة عن في هناك دقة. يعني عندما قال حرمت عليكم أمهاتكم، بالضبط قال أمهاتكم لا يعني والداتكم، وعندما قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني هناك أبناء ليسوا من أصلابنا. ولا ما بيقول حلائل أبنائكم الذين، بيقول أبنائكم وبس. يعني هذه الدقة تماما لازم يشوفها ويتعامل معها على الأساس. استطاع غير استطاع، هاي غير هاي، في تاء زيادة معناتها في معنى ثاني. هذه المقاربة، مقاربة الدقة، أول شيء مقاربة الدقة في المصحف. كما بدي أنظر له كما لو أنظر لمعادلة رياضية. علوم اللي العلوم تقدمت ولا لا الآن؟ فيزياء والكيمياء طبعا طبعا في تقدم. علوم اللغة تقدمت لهلا ليش؟ العربي اللغة بشكل عام الألسنيات تقدمت. نعم الألسنيات. وين ألسنياتنا؟ هناك علم الدلالة، هناك علم الإشارة، هناك وين ألسنياتنا؟ يعني نحن علوم الألسنيات تقدمت. نعم. انتوا عم تستعملوا الطب، عم تستعملوا العلوم الطب جديدة، عم تستعملوا علوم الهندسة جديدة. طيب في ألسنيات كمان علوم جديدة. طيب واللغة والقرآن لسان ما تستفيدوا منه؟ نعم، هذه دعوة فعلا إلى الاستفادة من كل العلوم المعاصرة للإضاءة العلوم على الاجتماعي. فهم العلوم آيات الله العلوم الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية كلها علوم تقدمت جدا، ما تستفيدوا منها وقت نفهم الأمور الاجتماعية المصحف عليه عارضها، ليش ما بنستفيد منها؟ هناك قصور يعني في الثقافة العربية الإسلامية، هناك عجز عن لأنه دائما لأعطيك مثال سمعناها مئات المرات بل آلاف المرات، أنه نحن الأسباب الاجتهاد مفتوح للمجتهد إن اجتهد وأصاب أجران وإن اجتهد وأخطأ. معروف هذا الحديث. بس إيه وإذا اجتهد إياك؟ الاجتهاد من أهله وفي محله، هذا نشوف الناس ليسوا يعني بطيف عم واحد. عم بيك ان العلماء، انا ما عم من العلماء، ولكن هناك علماء بالمقابل ايضا يعني يتقبلون كل جديد ويصدرون الفتاوى. طول بالك الى الان العلماء ما حدا دعا انه اخي تجاوزوا الغزالي، تجاوزوا الشافعي حط اصول الفقه، الكتاب السني، القياس، الاجماع. دعوا نعيد النظر فيهم، شو يعني كتاب؟ شو بيقصد هو؟ شو نحن بنقصد؟ لحظة دكتور، نعيد النظر فيهم. قبل قليل قلت هذا مناسب لعصره، أو ما معنى مناسب لعصره؟ نعيد النظر أم نبني ونتجاوز؟ لا. نستفيد ونؤسس ونتجاوز. شو يعني نعيد النظر منهم؟ يعني الشافعي قال الكتاب يعني المصحف. طيب شو نحن ما رح نلغي المصحف؟ مين رح نلغي المصحف؟ بس رح نعيد إنه هو عرف الكتاب، شو بيفهم فيه؟ فهم كذا كذا. لا، نحن الكتاب رح نقول كمان من المصحف عن طريق انه الكتاب هو هذا. مثال انه عالمية الرسالة بالتشريع هي انها رسالة حدودية. الفرق بين شريعة محمد وشريعة عليه الصلاة والسلام وشريعة موسى ان شريعة موسى 613 فن تشريعي، شريعة عينية بالذات جاءت كل حالة بحالتها، بينما شريعة الرسول الأعظم حدودية، اعطت حدود التشريع وسماها حدود الله، وسمى انه الحدود بدها وقت حتى الناس تستوعبها. فكرة الحدود تحديدا يعني فكرة هائلة وضخمة، وسوف نتعرض لها في حلقة مستقلة. لكن اسمح لي دكتور أذكر بأن ما من أحد من الأئمة والأعلام وأصحاب المذاهب إلا وقال ما معناه. إذا رأيتم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. يعني هم لم يريدوا أن يؤسسوا مذاهب وأتباع، كانوا فقط مخلصين في فهم الدين وفي فهم الإسلام. وأنت قلت قبل قليل أننا مشكلتنا أننا لم نتجاوز هذا الفهم. مثلا الأئمة كلهم قالوا
هم يقولون إذا رأيتم ما يخالف قولي من قول رسول الله فاضربوا بقولي عن ضرب الحائط. بس يؤمنوا أنه الرسول صاحب الوحيين، يعني من هو هاي بدي أعيد النظر فيها، هل هو صاحب الوحيين أم لا؟ هو وحي واحد، هذا سواء هذا اللي بدي أعيد النظر فيه. سنتوقف عند هذا الحد، انتهى وقت الحلقة دكتور، وسوف نبحث هذا المحور بأكثر من حلقة لأنه محور دقيق جدا وحساس. لم يبقى لنا أعزائي المشاهدين إلا أن نشكر لكم متابعتكم، كما نشكر للدكتور محمد شحرور ضيف هذا البرنامج ما قدمه في هذه الحلقة. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.